ولدي انت تعبت واجتهدت وذاكرت طول العام وهذه النتيجة يا ولدي. ان شاء الله دوم ارفع راسي بوجودك يا حبيبي. ابويا انا وعدكم اكون متفوق واجتهدت طوال السنة، ولا تنسى انت وعدني تشتري لي هدية. عدل يا ولدي عدل، وانا حاضر تتآمر. تتذكر الهدية اللي طلبتها من نوم نسيتها؟ صراحة يا محمد يا حبيبي انت طلباتك واجد وانا عندي اشغال واجد وانسى هالايام. ذكرني بها. نسيتها؟ اي صراحة نسيت. ذكر انا اقوى بلاي ستيشن 4 واليوم العصر بتشتريها لي صح؟ لا تستعجل يا ولدي. مش فيك مستعجل، انعجل من الشيطان. انتظر وسير خير. سامحني يا ابوي ما بنطلب اليوم تسلموني هديتي، ان وعد الحر دين مثل ما عزمتني. انا بروح العب ويا صديقي علي وبرجع العصر. لكن يا ولدي انا لله انا لله وانا اليه راجعون. كيف حال الحجي؟ حجي بغيت اسالك عن جهاز بلاي ستيشن. اي نعم موجود، تفضل. ما شاء الله. كم سعر هذا الجهاز؟ ب 142 دينار. هاي جمعت ضيوف لنوف عندي. اي وش غالي هذا؟ وش فيه؟ وش مميزاته؟ ما تعرفش مميزاته؟ لا لا. هو الولد كم عمره؟ الولد قال لي هديه صغيره. وعمره 11 سنة. 11 سنة ولسه ما خدتش الهدية دي؟ لا مش مشكلة، أنا هختصر لك الشرح بالمميزات اللي أنت بتحب تسمعها. إن شاء الله. أول شو زي الجهاز ده كل الأولاد بيحبوه، بيعتبروه الهدية المفضلة لديهم. وخصوصا اللي يشتروه في الإجازة الصيفية. وأنا مستغرب إن دلوقتي أنت لسه جاي تاخد من ابنك الهدية دي. بقول لك عشان إيه؟ هو انت ابنك المواصفات بتاعته، ابنك ده لما بيطلع في الشارع وبيلعب بالسيكل في الشارع مقدمك ومغفلينك مقدمك هدية الرحمن. لما يرجع ولما يرجع في البيت هتلاقيه ايه بيعمل بيكسر الارام والشماسي والليتات كلها بقى. الشماسي هيكسر لما تلعب الكوره ويكسر الشماسي والجيتات كله ويلبس العفش بتاعك في البيت كمان. يعني مش هتقعد في البيت مرتاح. بس لما تاخد الجهاز ده هترتاح. عارف ليه هترتاح؟ عشان ان هيقعد في البيت وفي الغرفه مش هيطلع منها، هيقعد متنع في الغرفه ما يطلعش طوال اليوم. اتفقت ايه؟ يبقى في مميزات كده ثانيه كمان. ايه بقى؟ اقول لك عليها. هتتفاجئ وانت بتخش عيادتك الغرفه انه عمال يتحرك لوحده كده. عادي. ايوه يتحرك لوحده. بص لو اشتريت له المره اللي تلس ده هتلاقيه يلوح كده. يلوح؟ ايوه يلوح زي بيلعب كده زي ما بيلعب في الحقيقه. ايه. ولما تشتري المعدات بتاع العربيه دي ايوه حتى يسوق العربيه كده في الشارع زي ما بتسوقها انت في الشارع. يسوق كده زي ما بتسوق في الشارع ويمكن احسن منك كمان يسوق. وهذا ايه هذا حيخش معاه؟ ده كمان ده بيلعب فيه كده بيحرك البتاع في البلاي ستيشن ده. عم ده انت ايه ده يا مهند اهو. بص وكمان مش هيحتاج يقعد مع اصحابه بيجتمعوا مع بعض ابدا. عارف ليه؟ لانهم بيتوصلوا على الاون لاين. ايوه بيكلموا مع بعض بيدردشوا مع بعض ولو كمان بيعصبوا على بعض كمان. ايوه بيعصبوا. ايوه يا عم ده وهم كمان في حاجات ثانيه. الجهاز المتطور ما حصلش ده اخر انتاج ده متطور الكترونيا. لما عايز تتصل كمان بأي حد في العالم ما شاء الله ما تعرفوش أشخاص يتواصل معاهم ما يعرفهمش ولا عمره شافهم كمان من أمريكا والصين وروسيا وأي حتة في العالم هو يحبها يقدر يتواصل معاهم ويلعب معاهم اللعبة دي. وحاجات كتير يا حاج ما الوقت ما يسمحش أقول لك عليها بقى. ما شاء الله. أيوه ما شاء الله. كل هذا التطور وصلنا إليه. أيوه ده
بس حكي بس حلو. ايوه طبعا. التحليل هذه المميزات والايجابيات اللي قاعد تقولها. صح. انا صراحه اشوفها سلبيات. ليه يا عم؟ شنو اللي عم بعد؟ الحين تقول لي ولدي ما يطلع برا ولا يلعب ولا شيء، انا ابغيه يلعب ويا اصدقائه ويستانس يروح يلعب كوره وغيره، ما ابغيه يقول لي متنتح ما في متنتح. لا ما أريد شيء صراحة، بعدين أنا خايف عليه، بينضين خايف عليه، يخسر تربيتي إليه، يصير عصبي وعنيف وعنيف ومتنمر. صراحة أنت خوفتني، أخاف أنا يقل اهتمامه بالصلاة وتعلم القرآن ويتدنى مستوى التحصيلي ونفسيته تعتفس وتجي الأمراض. صراحة تحيرني أكثر مما أنا محتار. يا حاج انت يا حاج انت ما دام انت كانت في وجهه نظرك قبل ما تيجي هنا تسال عنه ليه؟ صراحه الولد بهذه حب التفوق وانا قلت تعال اجي اشوف واختار واشوف له شيء زين. اه لكن بصراحه انت وضحت لي الرؤيه كلها وانا ان شاء الله اذا بغيت اشتري ابى اجي محله وبشتري. زين رحم الله والديك ما قصرت. جزاك الله الف خير. يلا مع السلامه. الله يسلمك يا شيخ. هترجع تاني يعني هترجع لان اللي يشتريش الجهاز ده هو الخسران. ان شاء الله العرض ما يفوتش بقى. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. وش فيكم تركضون على راحه شوي شوي؟ عليكم السلام ابوي. من قبل الوعد اكو صديق علي جاي يشوف هديتي من اللي عم ابوي اشترى له بلاي ستيشن ويلعب فيه. انا وش قلت لك يا محمد انسان؟ انا مو مخبرنك وقايل لك لا تستعجل العجله من الشيطان. تفضل يا محمد تفضل هذه هديه والف مبروك. دائما كنت اقول انك احسن ابو في الدنيا كلها. وانت بعد يا ولدي يا محمد انت احسن ولد. بارك الله فيك يا ولدي. واخيرا صار عندي بلاي ستيشن. يلا افتح بسرعه خلنا نشوف الالعاب والسيريات اللي جو وياه. عليه صورني وانا افتح الهديه. هذه اللحظه ما تتكرر. هذه الاتفاقية
أنا كتبتها وأبيك توقع عليها. أول شيء يا ولدي يا محمد، ما أبغيك ولا أبغي ولاد الناس بعد يلعبون طول الليل وأخذ متأخر في هالبلاي ستيشن. سمعتوني يا أولادي؟ تلعبون لا؟ ما تلعبون لوقت متأخر في الليل، ما يلعبون فيها لوقت متأخر. شيء ثاني يا ولدي يا محمد، إذا بغيت تلعب العب لك نص ساعة وقت محدد، نص ساعة 45 دقيقة وكيف؟ زينة؟ لا تلعب ثلاث أربع ساعات متواصلة. لا في البلاي ستيشن لا، عادية ولدي عادي يقول عادية. إذا ما بتكون عادي ما بشتري. ما عرفت منه؟ سمعته؟ إي ما تواصل. وبعدين يا ولدي لا تخليها تمنعك من القعدة ويانا. تعال قعد ويانا وسولف. ولا تخليها تمنعك عن دراستك. سمعت يا ولدي؟ وأيام الامتحانات أنا بأخذها وبشيلها وبخشها على النار علشان تراجع يا ولدي. عرفت يا ولدي؟ وبعد اكو كاتب لك ها عقب بعد، اذا في العاب ما تناسب سنك ولا تناسب تعاليمنا الدينيه ما تلعبها. سامع يا ولدي؟ عفي عليك يا ولدي. واهم شيء لا تتواصل ويا ناس بعد ما تعرفهم. غرباء مكتوب عدم التواصل مع الغرباء وعرف تفاصيل الحياه الشخصيه كلها. احنا وش نسوي في البيت؟ سويت بعد سوالف وياهم. سمعت؟ عرفت يا محمد يا ولدي؟ موافق على شنو قوي، وحين فهمت ايش معنى نديه الاولى بعضتني. شكرا ابوي. عفوا يا محمد يا ولدي، بارك الله فيك يا محمد. هذا محمد اللي اعرفه، وهذا انت يا نظر عيني، انت عيوني اللي اشوف بها وما ابغى افقدها ابد. تحمل بروحك، خذ الهديه والعب ويا زميلك علي واستانس وفرحوا حبيبي. يلا مشكورين. يلا مع السلامه. نعم ترى ابوك احبك واجد، وشلون حالك؟ انا عندي الجهاز مو مهتمين بي، العب فيه على راحتي ودون حلو. تدري ذيك المره لعبت اونلاين وياها ما اعرفه، تدري وش قال لي؟ وش قال لي؟ او تدري انا ما بقول لك وش قال، انت انسى السالفه واسمع كلام ابوك. قول على محمد وآل محمد.